عندنا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، الكسوفان والزلازل، الكسوفان عن كسوف الشمس والقمر، والزلازل والرياح الهائلة، هذه من علامات الساعة، فإذا رأيتموها فتذكروا الساعة وافزعوا إلى مساجدكم. تروحون إلى المساجد، تصلون صلاة الآيات، تدعون الله تبارك وتعالى أن يخفف هذه الشدة، الحدة، وأن يزيل هذه الأوهام، أن يزيل هذه الكوارث، أن يزيل هذه الشدة والمصائب. إذن في هناك ارتباط بالله تبارك وتعالى. وصلاة الآيات تدرون على صورتين، على نحوين. النحو الأول اللي يسمونها الصلاة المطولة المعروفة، اللي هي عبارة عن ركعتين بعشر ركوعات، يعني كل ركعة فيها خمس ركوعات، في كل ركعة خمس مرات نقرأ الفاتحة وسورة بعدها. تقرأ أول شيء الفاتحة وسورة، بعدين تركع، بعدين ترفع راسك أيضا تقرأ الفاتحة وسورة، تركع، ترفع راسك، تقرأ الفاتحة وسورة. هذه تكررها خمس مرات، بعدين تركع وتسجد وترفع رأسك وتعيد ما صنعته بالركعة الأولى. كل خمس ركوعات قبلها سورة الفاتحة وسورة. يستحب أنك تقنت بعد كل ركعتين، من عفوا بعد كل ركوعين، أو في بعد الركوع، قبل الركوع الخامس وقبل الركوع العاشر، أو تخلي قبل الركوع العاشر. بالنتيجة القنوت مستحب. طيب، وأكو الصورة اللي هي المختصرة، اللي هي هم نفس الشيء، عبارة عن ركعتين بس تقرأ فيها سورة الحمد مرة واحدة في الركعة الأولى، وتقسم سورة بآياتها على الخمس ركوعات، وتصنع نفس الشيء بالركعة الثانية. يعني مثلا تختار سورة القدر، أول ما تكبر الله أكبر لصلاة الآيات الله أكبر، تقرأ سورة الفاتحة، بعدين تقرأ مثلا سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا في ليلة القدر. في عندنا إحنا بعض الفقهاء عندهم البسملة مو جزء من كل سورة، طبعا هذا باستثناء سورة الفاتحة، البسملة جزء منها. عندنا بعض الفقهاء يشوفون أن البسملة أنها ثابتة لكل، طبعا هذا المشهور، المشهور عند فقهاء الإمامية أن البسملة جزء من كل سورة، بس أكو رأي خلاف المشهور أن فقط سورة الفاتحة البسملة جزء منها، البقية مو ثابت. فإذا بتختار مثلا سورة القدر، هذه تقدر تجزئها على الخمس ركوعات، تقرأ الفاتحة، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، تركع، ترفع رأسك، وما أدراك ما ليلة القدر، تركع، ترفع رأسك، ليلة القدر خير من ألف شهر، تركع، ترفع رأسك، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تركع، ترفع رأسك، سلام هي حتى مطلع الفجر، بعدين تركع وتسجد السجدتين وتقوم وتصنع كما صنعت في الركعة الأولى. طيب، هذه الصورة المختصرة. في البعض يقول أنا تلخبطني هذه، خلك على صلاة الآيات إذن بالصورة الأولى. وهو الأفضل أن الواحد ما دامت العلامة موجودة أن يستمر في صلاته، يبقى يطول في الصلاة، طبعا إلا إذا كانت الصلاة صلاة جماعة، وهو الأفضل أن الواحد يصلي صلاة الآيات جماعة، صلاة الكسوفين وصلاة جميع الآيات، مع أن في عندنا بعض الفقهاء يقولون أن مثابتة في غير الكسوفين استحباب صلاة الجماعة صلاة الآيات. بالنتيجة أن الواحد يطول فيها ويدعو ربه فهو خير له.